صورة غامضة لم يستطع أحد تفسيرها. هيبستر المسافر عبر الزمن، تم التقاط تلك الصورة عام 1940، ولكن انظر لها واحكم بنفسك. الشخص الظاهر في تلك الصورة يبدو وكأنه انتقل عبر الزمن من الألفية الثالثة إلى هناك ليشهد مباشرة حدث إعادة افتتاح جسر ساوث فورك في كندا. بمراقبة الحشد المحيط به، ستجد أنه الوحيد الذي لا يرتدي قبعة، ونظاراته الشمسية حديثة جدا، وحتى طريقة ارتدائه للملابس لا تترك مجالا للشك من أن هذا الرجل لم يكن ينتمي بشكل طبيعي لتلك الفترة، مع العلم أن الصورة ليست فوتوشوب بالمرة.